السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي هنكمل الجزء الثاني من المحاضرات الخاصة بالايكوزانويد ميتابوليزم. منساش حضراتكم ان احنا جوه محاضرة البيوكيمستري اللي تخص السي ان اس او النيورو موديول. احنا دلوقتي ابتدينا ان احنا نناقش من الفيديو اللي فات الايكوزانويد ميتابوليزم، اتعرفنا فيها يعني ايه ايكوزانويد، واتفقنا انه الايكوزانويد هي عبارة عن مشتقات الفاتي اسيد، بمعنى ان هي عبارة عن فاتي اسيد بس كونتيننج 20 كربون اتوم، ادي رقم واحد. رقم اتنين انها بولي انساتوريتد يعني كونتيننج ميني دبل بوند، وان اشهر مركبات الايكوزانويد هو الاراكيدونيك اسيد اللي موجود في الممبرين فوسفوليبيد، واتفقنا ان الاراكيدونيك اسيد هو الاب الشرعي او هو البريكرسور اللي بتطلع منه جميع المركبات بتاعت الايكوزانويد، زي مين؟ زي البروستاجلاندين، زي البروستاسايكلين، زي السرومبوكسان اللي بيسموهم على بعض البروستانويد، او زي اللوكوترينز، دول كلهم على بعض بيسموهم الايكوزانويد. عرفنا هوير سينثسايزد الايكوزانويد، اتفقنا هي بتصنع فين؟ هي بتصنع في اغلب التيشو، ولكن مثلا البروستاجلاندين فيرست ايزوليتد فروم البروستيت، اول علماء فصلوها من البروستيت، فراحوا مسمينها بروستاجلاندين نسبه ان هم اول ما فصلوها من البروستيت. اللوكوترين اول ما العلماء فصلوها من اللوكوسايت فسموها اللوكوترين. السرومبوكسان اول ما فصلوها من البليتلت فسموها السرومبوكسان ريليتد للسرومبوسايت او البليتلت. يبقى اذا هي بتصنع فين؟ هي بتصنع في اغلب التيشو، لكن تسميتها ريليتد لاول ما العلماء اكتشفوها طلعوها منين. انواع الايكوزانويد زي ما اتفقنا ان الايكوزانويد الاب الشرعي ليهم كلهم هو الاراكيدونيك اسيد اللي هو 20 كربون وبيكونتين 4 دبل بوند، ولكن من الاراكيدونيك اسيد بيطلع عيلتين كبار، اما بروستانويد اللي هم بروستاجلاندين و بروستاسايكلين والسرومبوكسان، او العيله الثانيه اللي اسمها اللوكوترينز. ثم اتكلمنا عن الجنرال كاركتر بتاعه الايكوزانويدز وبالتحديد البروستاجلاندين، اتفقنا ان البروستاجلاندين بتحتوي على رينج معينه خماسيه اسمها السايكلوبنتان رينج، رقم 2 عندها 2 سايد تشين، عندها او اتش تمام، وان بتختلف انواع البروستاجلاندين اسمها A, B, E, F وحسب الدبل بوند، حسب الهيدروكسيل جروب، حسب الكيتون جروب. ثم بعد كده هنبتدي النهارده نتكلم عن الايكوزانويد بايوسينسز. كل الفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم عن الايكوزانويد بايوسينسز، واروح مكلمه حضرتك على الدراجز اللي اديتك خلفيه عنها في بدايه الفيديو اللي فات، اللي هي الانتي انفلاماتوري دراج اللي بتشتغل على الايكوزانويد بايوسينسز، ونختم بالجنرال فانكشن بتاعه الايكوزانويد. هنبتدي دلوقتي بالايكوزانويد بايوسينسز. تعالى كده يا فندم نبتدي ان اول خطوه عندي، انا عندي اراكيدونيك اسيد، الاراكيدونيك اسيد موجود جوه الممبرين فوسفوليبيد، يطلع ازاي من الممبرين فوسفوليبيد؟ بمساعده انزيم اسمه فوسفولايبيز A2. فوسفولايبيز A2 ده اللي بيساعد على الريليز اوف اراكيدونيك اسيد فروم ذا ممبرين فوسفوليبيد. طلع لسيادتك الاراكيدونيك اسيد اهو جاهز، لو الاب الشرعي بتاعنا اراكيدونيك اسيد هيبتدي يشتغل في طريقين، واحد من الطريقين، الطريق الاول اسمه سايكلايزيشن باسوي عن طريق انزيم اسمه سايكلو اكسجينيز انزيم. السايكلو اكسجينيز انزيم نسبة اليه بنسمي الباسوي سايكلايزيشن باسوي، بيطلع لي ايه الباسوي ده؟ بروستاجلاندين، بروستاسايكلين، سرومبوكسان. حلو كده؟ طب ليه اسمه سايكلايزيشن؟ عشان بيعمل لي رينج خماسيه سايكلوبنتان رينج بمساعده السايكلو اكسجينيز انزيم. طيب الطريق الثاني اسمه ايه؟ اسمه لينير باسوي. اللينير باسوي دوت اذا دي سلسله مفتوحه، خط مستقيم بتطلع لي منتج اسم بمساعده انزيم اسمه اللايبو اكسجينيز بتطلع لي اللوكوترين. يبقى اذا عند حضرتك في الايكوزانويد بايوسينسز تو باسوي، الباسوي الاول اسمه السايكلايزيشن باسوي لانه بيتم بانزيم اسمه سايكلو اكسجينيز عشان بيكون لي حلقه اسمها السايكلوبنتان رينج اللي موجوده في الانواع المختلفه من البروستانويد. مين هم البروستانويد؟ البروستاجلاندين، سرومبوكسان، البروستاسايكل. الباسوي الثاني اسمه اللينير باسوي لانه بيطلع لي سلسله مفتوحه على هيئه خط مستقيم بتنتج لي حاجه اسمها اللوكوترين. بص كده يا فندم على السايكلايزيشن باسوي اللي بتتم بمساعده السايكلو اكسجينيز انزيم. بص السايكلو اكسجينيز انزيم عمل ايه؟ قفل حلقه خماسيه، شايف الحلقه الخماسيه المقفوله دي؟
حلقه خماسيه مقفوله اهي بوجود الاثنين اكسجينه دي، تمام كده؟ عشان كده بيسموه السايكلايزيشن باسوي، عشان عمل لي حلقه خماسيه سايكلوبنتان رينج باضافه اكسجين، خلاص كده؟ يبقى ليه اسمه سايكلايزيشن باسوي؟ عشان عمل سايكلوبنتان رينج، عمل حلقه خماسيه بمساعده انزيم اسمه سايكلو اكسجينيز، عن طريق ان هو دخل اثنين اكسجين. ده كده الباسوي اللي بيطلع لي البروستاجلاندين والبروستاسايكلين والثرومبوكسين. الباسوي الثاني اسمه لينير باسوي، شايف بقى مطلع لي سلسلة خط مستقيم مفتوح ازاي ما فيهوش اي حلقات؟ ده اللي بيطلع لي اللوكوترينز، سواء كان بروستاجلاندين، بروستاسايكلين، ثرومبوكسين او لوكوترين، دول على بعضهم اسمهم ايكوزانويد. اوكي، نبتدي دلوقتي ب زي ما انت شايف كده، ادي السايكل السايكلوبنتان رينج، وادي هنا بقى الخط المستقيم اللينير اللي هو موجود في اللوكوترين. كده هنبتدي في السايكلايزيشن باسوي. قلنا ليه اسمه سايكلايزيشن؟ عشان بيكون رينج اسمها ايه؟ سايكلوبنتان رينج، حلقه خماسيه، خلاص كده؟ سايكلايزيشن باسوي ده بيطلع لي ايه المنتج النهائي بتاعه؟ بروستانويد. يعني ايه بروستانويد؟ يعني بروستاجلاندين، يعني بروستاسايكلين، يعني ثرومبوكسين. حلو قوي. طيب احنا اتفقنا مين البطل بتاع السايكلايزيشن باس واي؟ السايكلو اوكسجينيز انزيم. الانزيم ده هو الريت ليميتنج ستيب، هو اهم انزيم في الباس واي، خلاص؟ ده اللي بيحول الاراكيدونيك اسيد، تمام كده، الى بروستاجلاندين جي 2 ومنه الى بروستاجلاندين اتش 2. البروستاجلاندين اتش 2 ده كده خطوتين اهو، بيزن بيشتغل على 2 ستيب. التو ستيب دول هدفهم ان هم يدخلوا لي اثنين اكسجينه، تمام، فيعملوا لي السايكلوبنتان رينج ويطلعوا لي المنتج اللي اسمه بروستاجلاندين جي 2 ومنه بروستاجلاندين اتش 2. اول ما حضرتك بتطلع البروستاجلاندين اتش 2 كده بقى ممكن تطلع جميع الانواع بتاعه البروستاجلاندين او البروستاسايكلين او الثرومبوكسين. اذا مين البطل اللي بيبتدي تصنيع البروستانويد؟ السايكلو اكسجينيز انزايم، تمام كده؟ السايكل اوكسجينيز انزيم بيشتغل في خطوتين، تو ستيب، هدفه فيهم اضافه اكسجين عشان يعمل الحلقه اللي اسمها السايكلو بنتان رينج، عشان يطلع لي منتج اسمه ايه؟ بروستاجلاندين جي 2 ومنه اتش 2. بروستاجلاندين اتش 2 ده اللي هيطلع منه جميع الانواع بعد كده بتاعت البروستاجلاندين او البروستاسايكلين او الثرومبوكسين 2. تعال نشوفها قدامنا مرسومه، ادي الاراكيدونيك اسيد هيشتغل عليه مين البطل الرئيسي للريت ليميتنج ستيب؟ مين الانزيم الرئيسي اللي هيشتغل عليه؟ الكوكس، خلاص كده؟ الكوكس بص عمل ايه؟ ضاف اتنين اكسجين اهو زي ما انت شايف، تمام؟ فراح قافل لي الحلقه، عمل لي السايكلوبنتان رينج اسمها ايه كده بقى؟ اسمه بروستاجلاندين جي 2. حلو قوي. عاوز بقى دلوقتي نحوله الى بروستاجلاندين اتش 2، هتعمل ايه عشان تحوله بروستاجلاندين اتش 2؟ تدخل اتنين هيدروجين، تمام؟ الاثنين هيدروجينه، تمام، هيسحبوا لي الاكسجينه الزياده اللي هنا دي، تمام كده؟ فيخرجوا لي ميه، اول ما يخرجوا لي ميه بقت او اتش بس، خلاص كده؟ بقى اسمه ايه بقى؟ بروستاجلاندين اتش 2، تمام كده؟ لو سمحت ركز في الخطوه دي بعد اذنك. ادي الاراكيدونيك اسيد اول بيشتغل على خطوتين السايكل اوكسجينيز، عشان يحول الاراكيدونيك اسيد لبروستاجلاندين اتش 2 بيشتغل على خطوتين بمساعده السايكل اوكسجينيز انزيم. الخطوه الاولى هي اضافه الاثنين اكسجينه عشان نعمل السايكلوبنتان رينج. الخطوه الثانيه بيروح مدخل اثنين هيدروجينه يسحبوا اكسجينه الزياده اللي هنا فيخرج لي ووتر. لو خرجت الووتر حضرتك خلاص كده بقى عندك بروستاجلاندين اتش 2. بروستاجلاندين اتش 2 ده بقى اهلا وسهلا، ده اللي هيطلع منه جميع انواع البروستاجلاندين او البروستاسايكلين او الثرومبوكسان المختلفه، خلاص كده؟ يبقى اذا انا كده طلعت بروستاجلاندين اتش 2 اللي كان بي كونفرتد الى ديفرنت بيولوجيكالي اكتيف بروستانويد حسب بقى التيشو اللي انا عاوزاها باستخدام ديفرنت ايزوميريز وديفرنت انزيمز مختلفه. يبقى اذا الكوكس اكتيفيشن، لما بعمل اكتيفيشن للسايكلوكسجينيز انزيم بيطلع لي بروستانويد مختلف، اللي يعني بيطلع لي بروستاجلاندين، بروستاسايكلين او ثرومبوكسين. ما تنساش ان انت عندك كام شكل من السايكل اكسجينيز، عندك سايكل اكسجينيز 1 وسايكل اكسجينيز 2. بعد كده السايكل اكسجينيز 1 و2 هدفهم في النهايه يطلعوا لك مين لو انت فاكر؟ بروستاجلاندين اتش
2، البروستاجلاندين اتش 2 تمام كده، ده هيروح في التيشوز المختلفه يتحول الى بقى بروستاجلاندين دي، بروستاجلاندين اي، بروستاجلاندين اف 2، تحول لسترومبوكسان، لبروستاسايكلين حسب التيشو سبيسيفيك ايزومريز اللي هيتعرض. يبقى اذا عشان عندي بدايه في البدايه اراكيدونيك اسيد يشتغل عليه الاول سايكل استوجينيز سواء كان 1 او 2 يصلعوا لي بروستاجلاندين H2. البروستاجلاندين H2 بقى في التيشوز المختلفة يديني أنواع مختلفة البروستاجلاندين أو السروبوكزان أو البروستاسايكلين حسب نوع الأيزومريز أو الإنزيم اللي موجود جوه التيشو ديت وحسب احتياجي لي. تمام. طيب تعالى بقى كده نراجع نقطة خدناها قبل كده، مش ده الأراكيدونيك أسيد اللي طالع من برين فوسفوليبيد مساعد فوسفوليبيز A2 هيبتدي يشتغل عليه السايكل أكسجينيز. عندك كام شكل من السايكل أكسجينيز؟ سايكل أكسجينيز 1 وسايكل اكسجينيز 2. سايكل اكسجينيز 1 قلنا قبل كده من الفيديو اللي فات ان 1 هو المهم كونستيتيوتيف، يعني ايه كونستيتيوتيف؟ اكسبريسد ان اول تيشو تمام كده ات كونستانت ريت، لان كل التيشو محتاجه بروستاجلاندين وثرومبوكسات. تمام. موجود في التحديد في ثلاث اماكن مهمه ما ينفعش ننساها، في الاستومك عشان يحمي جدار المعده من الاتش سي ال، في الكيدني عشان يعمل ريجوليشن للبلاد فلو، في البليتلت عشان نساعد على البليتلت اجريجريشن لما يحصل لي مثلا بليدنج او غيره. ده كده الكوكس 1 عشان كده بيسموه كونستيتيوتيف كونستانت اكسبريسد، موجود في اغلب التيشو اهمهم الاستومك الكيدني البليتلت. امال بقى الثاني اسمه ايه؟ كوكس 2. قلنا ان كوكس 2 دوت انديوسابل بيطلع في حالات معينه نوت هايدلي اكسبريسد في الفسيولوجيكال كونديشن. في النورمال فسيولوجيكال كونديشن الكوكس 2 ما بقاش شغال قوي. تمام. ولاحظ معايا المعلومه دي، انا قلت ايه؟ مش شغال قوي، ما قلتش مش شغال خالص. يبقى الكوكس 2 مش هايلي اكسبريسد under normal physiological condition. امتى يشتغل الكوكس 2؟ في حاله الانفلاميشن او الكانسر، لما جسمي يتعرض لالتهاب او عدوى او بكتيريا او فيروس او لا قدر الله يجي كانسر، ساعتها الكوكس 2 يشتغل بقوه. طيب اذا تعالى بقى نتكلم كده دقيقتين عن الكوكس 2. انت كده فهمت مني انه ما بيطلعش خالص من النورمال؟ لا، الكوكس 2 under physiological condition ممكن يطلع بكميات قليله. تمام. يطلع لي مركب اسمه بروستاسايكلين او بروستاجلاندين اي 2. تمام. ده بيشتغل على البلاد فيسل يعمل فيها فازو دايلاتيشن، بيشتغل على البليتلت يعمل انهيبيشن للبليتلت اجريجريشن، له بعض الرول في النورمال كيدني فانكشن، بس لو سمحت ده مينيمال رول. يبقى اذا لو سمحت الكوكس 2 مش كله وحش، الكوكس 2 في حالات قليله تمام كده، اذا في النورمال كونديشن بيشتغل بكميه قليله عشان يطلع بروستاجلاندين اي 2 او اي 2. بيطلعهم نعمل بيهم ايه؟ بيطلعهم يعمل بيهم فازو دايلاتيشن في البلاد فيسل لو انا احتجت، بيطلعهم يعمل بيهم انهيبيشن للبليتلت اجريجريشن، بيطلعهم يعمل بيهم بيحاول يمنتين النورمال كيدني فانكشن. ده كده ايه؟ اندر فيسيولوجيكال كونديشن له ليميتد افكت. ما تنساش الكلمه دي لو سمحت، الكوكس 2 له ليميتد فيسيولوجيكال افكت. طب امال شغله الرئيسي فين؟ الكوكس الرئيسي في الباثولوجيكال كونديشن، في الانفلاميشن او الكانسر. لو سمحت ما تنساش المعلومه دي، المهم عندي هو الكوكس 1 وده المفيد، كوكس 2 ده بليميتد في الفسيولوجيكال كونديشن. في بعض الفسيولوجيكال كونديشن بيبقى شغال، انما هو شغله الرئيسي في الانفلاميشن والكانسر. طب تعالى بقى نشوف الكوكس 2 في الانفلاميشن والكانسر. بص يا فندم، لما بيجي لي انفلاماتوري ستيمولاي، يعني ايه انفلاماتوري ستيمولاي؟ يعني بكتيريا، يعني فيروس، تمام كده، حاجات كده تعمل استيميليشن او تنشط الانفلاميشن عندي، او يجي لي لا قدر الله كانسر، في الحاله دي بيطلعوا لي مركبات اسمها السيتوكاين اللي خدناها في الاميونولوجي. السيتوكاين دي بتعمل ايه؟ بتعمل اكتيفيشن للاكسبريشن بتاعت الكوكس 2، بتزود كميه الكوكس 2. طب لما تزود الكوكس 2 بتزود تصنيع البروستانويد، وساعتها يحصل ايه؟ يطلع لي الانفلاماتوري ساين، يبتدي يظهر اعراض الانفلاميشن زي الريدنس، زي السويلنج، زي الفيفر. تمام كده. يبقى تاني لو سمحت بعد اذنك، الكوكس 2 في الفسيولوجيكال كونديشن له ليميتد افكت تمام كده، لكن دوره الرئيسي فين؟ في الانفلاميشن والكانسر. دوره ده بيجي ازاي؟ ان لو انا طلع لي او جالي بكتيريا، فيروس، او حصل كانسر، بيطلع مركبات اسمها السيتوكاين. السيتوكاين تعمل اوفر اكسبريشن، تعلي
نسبة الكوكس 2 يزود البروستانويد، البروستانويد هي دي اللي بتطلع لي بقى الأعراض بتاعة الإنفلاميشن والريدنس والهوتنس والسويلنج والحرارة العالية اللي بتيجي مع الإنفلاميشن في حالة الإنفكشن. يبقى دي كده كلامنا عن الكوكس 2. مين يا فندم اللي مشغل الكوكس 2؟ بص كده، السيتوكاين، الكارسينوجين، الحاجات اللي زي الكانسر، الانكوجين، الحاجات اللي بتشغل الكانسر. يبقى اللي بيشغل الكوكس 2 بقوه هي السيتوكاينز والكارسينوجين ومركبات الكانسر. اوكي، طيب بعد كده تعالى بقى، بعد ما احنا اتكلمنا عن الكوكس 1 والكوكس 2 لازم نجري نتكلم على الانتي انفلاماتوري دراج. احنا اتفقنا ان الانتي انفلاماتوري دراج عاوز تقفل الانفلاميشن، ممكن تقفل الطريق من اوله عن طريق مين؟ عن طريق الجلوكوكورتيكويد. الجلوكوكورتيكويد او الكورتيزون بيعمل انهيبيشن للفوسفولايبيز A2. ادام عملت انهيبيشن للفوسفولايبيز A2 كده يا فندم انت تماما قفلت انتاج البروستاجلاندين والثرومبوكسان واللوكوتريين. طيب او لو انت عاوز تقفل بس البروستاجلاندين، عاوز تقفل بس السايكلو اكسجينيز منطقه البروستانويد، هتستخدم حاجه اسمها نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج. دي بتقفل مين؟ دي بتقفل السايكلو اكسجينيز. تمام كده، النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج بتقفل مين؟ بتقفل السايكلو اكسجينيز. طيب دي بقى منها نوعين، النوع الاول اسمه النون سيلكتيف، النون سيلكتيف نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج. النون سيلكتيف نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج زي الاسبرين. الاسبرين ده ياما الناس كلها بتعتمد عليه مسكن خافض للحراره ان سو اون، او الايبوبروفين. في حاجات سيلكتيف، ايوه في، زي الكوكسيب، دي بتقفل الكوكس 2 فقط لا غير. خلاص كده، يبقى احنا كده بدانا ان احنا نتكلم عن انتي انفلاماتوري دراج، حاجات مضاده للالتهاب. قدامك حلين، اقفل الطريق من اوله لاخره، ده الكورتيكوستيرويد، ده بيقفل الفوسفولايبيز A2، او ان انت تقفل بس السايكل اوكسجينيز. عاوز تقفل السايكل اوكسجينيز عن طريق عيله اسمها النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج. العيله دي الاغلب الانواع المشهوره نون سيلكتيف، نون سيلكتيف زي الاسبرين، زي الايبيبروفين، الحاجات ديت بتقفل مين؟ بتقفل كوكس 1 وبتقفل كوكس 2. في انواع سيلكتيف دي بتقفل كوكس 2 زي الكوكسيب. طيب تعالى بعد كده نكمل الكلام بتاعنا. اذا النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج الموست كومن دراج هي النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج اللي بتاثر على الكوكس باسوي. في الكلاسيكال زي ما قلت لك، يعني ايه كلاسيكال؟ يعني المعتاده اللي موجوده في اللي هي المشهوره، اللي هي اغلب انواع النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج زي الاسبرين وزي الايبيبروفين، دول بيقفلوا كوكس 1 وكوكس 2. طب في حاجات سبيسيفيك، في حاجات سيلكتيف، دي بقى مش كلاسيكال، اللي هي السيلكتيف نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج زي الكوكسيب، ده بيقفل الكوكس 2 فقط لا غير. اذا هو بيقفل الكوكس 2 وما بيقفلش الكوكس 1. حلو قوي. طيب تعالى بقى كده نتكلم عن النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج اللي هي الكلاسيكال، اللي هي زي الاسبرين، زي الايبيبروفين. قال لك الجرعات القليله منها، تمام كده، دي بتقفل كوكس 1. يا نهار ابيض، يعني بتعمل لي اللي انا مش عاوز اعمله. طب عشان تجيب تاثير لازم استخدم هاي دوز. الهاي دوز بقى يقفل كوكس 1 وكوكس 2. يبقى اذا يا فندم انا دلوقتي عشان اخد الاسبرين ولا عيله من النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج عشان تقلل لي الحراره او هستخدمها بلو دوز؟ لا، لازم هستخدمها بهاي دوز عشان تقفل الكوكس 1 والكوكس 2. خلاص كده، يبقى اذا اللو دوز من النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج اللي هي الكلاسيكال، اللي هي النون سيلكتيف، انا بتكلم دلوقتي عن النون سيلكتيف، اللو دوز منها دي بتقفل الكوكس 1. ده اللي انا كده مش عاوزه كده خالص. فانا بستخدم مين؟ بستخدم الهاي دوز من النون سيلكتيف ديت يقفلوا لي كوكس 1 وكوكس 2. طب ونتيجه ان انا قفلت الكوكس خلاص كده، وقفت تصنيع كده انا قفلت كوكس 1، قفلت كوكس 2، وقفت تصنيع جميع البروستانويد. طيب النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج ليها تاثيرات ثيرابيوتيك؟ ليها حاجات حلوه جدا، حاجات مفيده، بتقلل الانفلاميشن، بتقلل الالتهابات، بتقلل الفيفر، بتقلل البين، بتقلل البليتلت اجريجريشن. ممتاز. يبقى اذا في الحاله ديت لو انا عندي حراره عاليه، لو انا عندي التهابات، الم شديد من الـ من الـ من الانفكشن اللي جالي، ساعتها فعلا النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج بتقلل لي كل ده. طب ما ده كله ده ممتاز. كمان الاسبرين بيقول لحضرتك ده انتي ثرومبوجينيك افكت. يعني ايه انتي ثرومبوجينيك؟ اذا هو مضاد للجلطات. طب هو ليه مضاد للجلطات؟ مش احنا قلنا ان هو بيوقف السايكل اوكسجينيز، وكمان بيوقف بالتالي بيوقف البروستاجلاندين سينسز وبيوقف الثرومبوكسان سينسز. الثرومبوكسان سينسز لما بيوقف تصنيعه من الاركيدونيك اسيد
عن طريق ان انا وقفت السايكلو اوكسجيناز، ساعتها يا فندم انت كده بتوقف البليتلت اجريجيشن. يبقى اذا ايه السراب الانتي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج؟ ليها ثيرابيوتيك افكت، انا بستخدمها في العلاج. ليه بستخدمها في العلاج؟ عشان هي بتقلل الانفلاميشن، بتقلل الفيفر، بتقلل البين. وليها فايده تانية، بتمنع الجلطات، انتي ثرومبوجينيك. ليه؟ بتوقف تصنيع الثرومبوكزام من الاراكيدونيك اسيد، تمام كده؟ ليه؟ لانها بتعمل ايرفرسبل انهبيشن للسايكلو اوكسجينيز. فاذا لا عندي بروستاجلاندين ولا عندي ثرومبوكزام. طب ما الثرومبوكزام ده اللي كان بيعمل بليت اجريجيشن اهو وقف، خلاص كده؟ طيب السؤال لحضرتك، لو انت فاكر النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج اللي احنا عمالين نقول عليها ديت اللي هي النون سيلكتيف، خلاص كده، اللي بتاثر على الكوكس 1 وبتاثر على الكوكس 2 كده يا فندم، يبقى ليها سايد افكت. دي وقفت الكوكس 1 ووقفت الكوكس 2. طب وقفت الكوكس 2، اديني كده استفدت، بس هي ما وقفت الكوكس 1 هتاثر على الجي اي تي، تمام كده؟ العيان ممكن يجي له السر لو انت فاكر، هتاثر على الكيدني، ممكن تعمل امبيرمنت للكيدني فانكشن، هتاثر على البلد فيسل والكارديو فاسكولار سيستم. اذا ما تنساش ان استخدام النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج اللي هي النون سيلكتيف، ايوه هي ليها مزايا، بس هي زي اي دواء في الدنيا له سايد افكت. طب هي ليه ليها سايد افكت؟ لانها نون سيلكتيف، ان احنا بنتكلم عليهم دول اللي هم النون سيلكتيف اللي بيقفلوا لي كوكس 1 وكوكس 2. عاوز اراجع مع حضرتك نقطه مهمه جدا 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 في قصه الاسبرين واستخدام المرضى للاسبرين كانتي ثرومبوجينيك افكت. احنا اتفقنا ان الاسبرين بيعمل الريفرسبل انهيبيشن للكوكس 1 في البليتلت، فبالتبعيه بيوقف تصنيع الثرومبوكزان من الاركيدونيك اسيد، فبيوقف البليتلت اجريجيشن. كده كتر الف خيرك، اذا انت كده بتمنع تكوين الجلطات. عشان كده يقول لك ايه، دي مشهوره جدا من نصايح الدكاتره للعيانين الكبار في السن، الناس الكبار في السن اللي عندهم ضغط وسكر، يقولوا لهم ايه؟ يقول لك خد كل يوم قرص اسبرين، فبيسموها ايه؟ لو دوس اسبرين. خلي بالك كده، دي جرعه قليله من الاسبرين، خلاص كده؟ الجرعه القليله من الاسبرين دي هتعمل ايه يا فندم؟ هتوقف البليتلت اجريجريشن. فاذا العيان ده ما يجيلوش جلطات، العيان ده كده انا بحميه من الستروك، بحميه من الهارت اتاك، الجلطات اللي ممكن تاثر على القلب او تاثر على المخ، لان انا بقلل تكوين الجلطات. شايف حبايه الاسبرين دي؟ حبايه الاسبرين مفيده في الصداع، حلو جدا، مفيده جدا لو انا خدتها بجرعه قليله. يعني ايه؟ يعني حبايه واحده بجرعه قليله باسبرين اطفال، يقولوا له خد اسبرين اطفال اللي هم عندهم ضغط او سكر وسنهم كبير. اسمها اسبرين اطفال، معنى انها جرعه قليله جدا. جرعه قليله جدا ديت هتعمل ايه؟ هتقلل تصنيع الثرومبوكزان من البليتلت، هتعمل انهبيشن لتصنيع الثرومبوكزان من البليتلت، هتمنع البليتلت اجريجريشن. كده انا بحمي العيان الكبير في السن دوت من انه يجيله جلطات، الجلطات تاثر على البرين تعمل ستروك، تاثر على الهارت تعمل هارت اتاك. اذا معنى كده ان الاسبرين مش بس بتاع الصداع، مش بس بتاع البين وانفلاميشن، ده له انتي ثرومبوجينيك افكت. طب لو انا خدته كتير بقى ومش جرعه اطفال، ده انا خدته بكميات كبيره، هيعمل ايه؟ خدته بكميات كبيره ومده طويله، ما تنساش هياثر على الاستومك، ممكن يعمل ألسر، هياثر على الكيدني، يبوظ امبيرمنت للكيدني فانكشن، وكمان بيأثر على الكارديو باس. يعني يا فندم احنا بنقول الناس اللي يمشي عليه على طول ده بيمشي بجرعه قليله، جرعه اطفال، اسمه اسبرين اطفال. اوكي طيب كده انا خلصت النون سيلكتيف اللي احنا اتفقنا بيقفل الكوكس 1 والكوكس 2، شفنا مزاياه شفنا عيوب. تعال بقى نتكلم على السيلكتيف كوكس 2. ده كده بقى يا فندم نون ستيرويد، نوع برضه من النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج، بس ما بيقفلش غير الكوكس 2. قولوا لي بقى، ده كده ما بيقفلش غير الكوكس 2، اذا هو مفيد جدا في حالات الانفلاميشن، يقلل البين، يقلل الفيفر، يقلل السويلنج، وانا والكوكس 2 ما بيطلعش بقى لا في الجي اي تي ولا الكيدني. اذا هنا انا حميت ما فيش تاثير على الجي اي تي او على الكيدني، فبالتالي ما فيش سايد افكت هتطلع لي هنا لا على الجي اي تي فيحصل لي مثلا ألسر، ولا على الكيدني يعمل امبيرمنت للكيدني فانكشن. اذا ميزه السيلكتيف كوكس 2 ان هو ايوه بيقلل الساين اوف انفلاميشن، بس ما فيش سايد افكت على الجي اي تي وعلى الكيدني. ياه، ده معنى كده ان الكوكسيب اللي هو السيلكتيف كوكس 2 ده ممتاز. ايه ده؟ ملوش عيوب خالص؟ مفيش دواء في الدنيا ملوش عيوب.
مفيش دواء في الدنيا ملوش علوم. لو حضرتك استخدمت الكوكسيب مده طويله، انا كلامي واضح اللي هو السلكتيف كوكس 2 مده طويله بجرعات كبيره، للاسف هيحصل عيوب. ايه هي العيوب بقى يا فندم؟ ممكن اتعرض لجلطات ثرومبوزس، ممكن يجي لي مايكارديال انفكشن، الجلطات تصيب القلب فبالتالي يحصل مايكارديال انفكشن هي الذبحات الصدريه، ممكن يجي لي جلطات في البرين يحصل استروك. كل ده ليه بقى؟ حضرتك عمال تقفل في كوكس 2 صح كده، بس انت سايب كوكس 1 عمال يشتغل براحته. فلو انا قفلت كوكس 2 مده طويله، كوكس 1 هيزيد قوي في انتاج الثرومبوكسان. انت فاكر الثرومبوكسان ده لما يزيد قوي بيعمل بليتلت اجريجيشن، يعمل ثرومبوزس. الثرومبوزس اثرت على الهارت عملت مايوكارديال انفاركشن، اثرت على البرين عملت استروك. يعني يا فندم حلو قوي ان انا استخدم السلكتيف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، بس برضه مش بجرعات كبيره وبرضه مش مدد كبيره، لان استخدمته بجرعات كبيره قفلت سيادتك الكوكس 2 بس، الكوكس 1 يشتغل براحته. لو اشتغل الكوكس 1 براحته ما هو هيطلع لي ثرومبوكسان كتير، يعمل بليتلت اجريجيشن، يعمل ثرومبوزس. الثرومبوزس لو حصلت في الهارت تعمل مايوكارديال انفكشن، حصلت في البرين تعمل استرو. معنى كلامي ان انا كل حاجه بستخدمها في ميزان بجرعه الصح بالمده الصح بتاعتي. حلو كده؟ كده يا فندم افتكر معايا ان انت خدت الانتي انفلاماتوري دراج، قلت حياتك لو عاوز تقفل الباس واي من اوله لاخره هيبقى هستخدمت جلوكوكورتيكويد لانها بتعمل انهبيشن الفوسفولايبيز اي 2، اشهر انواع جلوكوكورتيكويد اللي هو الكورتيزون. لو حياتك عاوز تقفل بس السايكل اوكسجينيز هتستخدم النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. قلنا ان النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج في نوع منها نون سيلكتيف، ده كلاسيك يعني المشهور زي الاسبرين وزي الايبوبروفين، في انواع منها السيلكتيف زي الكوكسيب دي بتقفل الكوكس 2 بس. طيب تعالى نهنت سريع على جلوكوكورتيكويد اللي هو الكورتيزون المشهور قوي اللي هو ستيرويدال بقى، ده احنا مش بنقول نون ستيرويدال، ده اسمه ستيرويدال انتي انفلاماتوري اند انتي انرجيتيك. الكورتيزون ده بيقفل الفوسفولايبيز اي 2 كده بقى، ما فيهاش فيه بروستاجلاند ولا لوكوتراين ولا اراكيدونيك اسيد، كده ما فيش ولا حاجه من دول، كده كانك بتقفل الباس واي من اوله لاخره. ده كده مجموعه الانتي انفلاماتوري دراج. كده حضرتك احنا خلصنا تصنيع السايكلايزيشن باس واي، تمام كده. احنا النهارده كنا بنتكلم على الايكوزانويد بايوسينسز، اتكلمنا فيها ازاي بيطلع الاراكيدونيك اسيد، اتفقنا ان هو بيخش اما في اثنين باس واي، واحد اسمه السايكلايزيشن باس واي بمساعده السايكل اوكسجينيز عشان يطلع البروستانويد اللي هم البروستاجلاندين بروستاسايكل وثرومبوكسان، وقلنا ان في باس واي تاني وكلمنا من خلالهم على الانتي انفلاماتوري دراج وبيشتغلوا ازاي. دلوقتي هنتكلم على اللينير باس واي اللي بيطلع لي لينير تشين، بيطلع لي حاجه اسمها اللوكوتراين. ناخد هنت سريع عن اللوكوتراين. اللينير باس واي بمساعدة انزيم اسمه اللايبو اكسوجينيز، لان هو اول ما اكتشفوه زي ما اتفقنا كان في اللوكوسايت بيحول الاراكيدونيك اسيد الى لوكوتراين. ايه رايك في اللوكوتراين؟ برضو اللوكوتراين انواع، ها سلسله مفتوحه ولا مقفوله؟ شايف كده يا فندم مفيش حلقات مقفوله، مفيش سايكلوبنتان رينج مفتوح قدامك اهو. اللوكوتراين، اللوكوتراين برضو زيها زي البروستاجلاندين في منها انواع كتير برضو A B و C و D، ونفس الكلام برضو مختلفين باختلاف نوع الدبل بوند والاو اتش اند سو اون. اللينير باس واي تمام كده اللي هو بيطلع اللوكوتراين ده بيشتغل امتى ومشهور امتى في الطب؟ مشهور يا فندم في ازمات الربو اللي هي الازمات الصدريه، في الباثوفيسيولوجي بتاعه الازمه، ومشهور في الحساسيه في الالرجيك ميديتور. يبقى لو سمحت لما يجي قدامك سيره اللوكوتراين، منتج اللوكوتراين اللي بيطلع بمساعده انزيم اسمه اللايبو اوكسجينيز من الاركودونيك اسيد، تفتكر حاجتين، الازمه اللي هي ازمه الربو بتاعه الصدر اللي هي حساسيه الصدر، وتفتكر الحساسيه الالرجيك ريسبونس. يبقى اللوكوتراين ليها دور في البرونكيال ازمه، ازمه الربو بتاعه الصدر، وفي الالرجيك ريسبونس اللي هي الحساسيه. اوكي طيب اللينير باس واي اللي هو بيطلع اللوكوتراين ازاي بقى يا فندم بيعمل الحساسيه او ازمه الربو؟ بص يا فندم هو بيعمل ايه؟ بيعمل اربع حاجات. اول حاجه بيعمل هيستامين ريليز، بيطلع ماده اسمها الهيستامين، الماده دي مشهوره جدا في انتاج الحساسيه، بيخلي لي الخلايا بتاعتي تطلع لي هيستامين، بيطلع لي بيجيب لي ماست سيل تطلع لي هيستامين، هيستامين يطلع وبعد كده تيجي يعمل اتراكشن لخلايا كرات الدم البيضاء اللي هي اللوكوسايت الى مكان الانفلاميشن، ونتيجه طلوع الهستامين ونتيجه ان اللوكوسايت طلعت يحصل برونكو كونستريكشن، الشعب الهوائيه تقفل،
ويطلع ميوكس سكريشن. كل ده يا فندم اللي بيطلع لي ما يسمى بالبرونكيال ازمه. يبقى ازاي اللوكوتراين بتساعد على انه يحصل برونكيال ازمه او ازمه الرب؟ تطلع هيستامين. رقم اتنين، بتجيب كرات الدم البيضاء اللوكوسايت بتعملها كيموتاكسس تجيبها لمكان الانفلاميشن. رقم تلاته، بتعمل ايه؟ بتعمل تقفل الشعب برونكو كونستريكشن وتطلع ميوكس سكريشن. فالعيان يجي له كحه ويجي له يبتدي يطلع سبيوتم وكمان يجي له ضيق نفس. كل ده من اللوكوتراينز. خلاص كده. بعد كده عاوز أأكد على حياتك معلومة. تفتكر النانسترويد الأنتي إنفلاماتوري دراج اللي بتقفل السايكل أكسجينيز تأثر على اللوكوتراين؟ لا طبعا، اللايبو أكسجينيز ما بيتأثرش بالنانسترويد الأنتي إنفلاماتوري دراج. النانسترويد الأنتي إنفلاماتوري دراج بتقفل السايكل أكسجينيز، ملهاش دعوة خالص باللايبو أكسجينيز. يعني لو أنا واحد عندي أزمة ربو، ينفع اخد مثلا اسبرين او نسترويد الانتي انفلاماتوري؟ مش هتعمل لك حاجه، ملهاش علاقه باللايبو اكسجينيز. طب لو حياتك عاوز تقفل اللايبو اكسجينيز، عاوز مش عاوز لوكوتراين، قدامك حلين، اما ان انت تقفل اللايبو اكسجينيز تعمل لايبو اكسجينيز انهبيتور، او تقفل الريسبتور بتاعت اللوكوتراين تعمل لوكوتراين ريسبتور انتاجونست. ده علاج البرونكيال ازمه زي الدواء اللي اسمه سنجولير، ده بيقفل اللوكوتراين ريسبتور انتاجونست. يبقى تاني من فضلك، الناس اللي عندهم ازمات الربو البرونكيال ازمه، ينفع اديهم نان ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج؟ مش هيفيدهم بحاجه، ان النان ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج بيقفل السايكل اكسجينيز، ودول عندهم مشكله في انزيم تاني خالص اسمه اللايبو اكسجينيز. طب العيانين بتوع البرونكيال ازمه اديهم ايه؟ اما ان انت تقفل الانزيم اللي اسمه لايبو اكسجينيز، تجيب لايبو اكسجينيز انهبيتور، او ان انت تقفل اللوكوتراين ريسبتور، فانت تستخدم اللوكوتراين ريسبتور انتاجونست زي السنجولير. دول العيانين بتوع البرونكيال ازمه. يبقى ده كده اللينير باس واي. اللينير باس واي طلع لي مركب اسمه اللوكوتراين، لان هو عباره عن لينير تشين. يعني ايه؟ خط مستقيم مفيش حلقات فيه. في انواع مختلفه من اللوكوتراين. اللوكوتراين مشهوره في الطب في حتتين، البرونكيال ازمه، ازمه الرب، والالرجيك ميديتور. وعاوز افكر حضرتك ان حضرتك عاوز تعالج، ما بتستخدمش النان ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج، بتستخدم اما لايبو اوكسجينيز انهبيتور اما لوكوتراين ريسبتور انتاجونست. عاوز افكر حضرتك ان اللوكوتراين بتقفل الشعب برونكو كونستريكشن، بتطلع ميوكس سكريشن كتير، بتعمل هيستامين ريليز، بتجيب لوكوسايت للسايت اوف انفكشن. كده احنا خلصنا مين هي الايكوزانويد، صنعت فين، انواع الايكوزانويد، كاركترستيك الجنرال بتاعتها، الايكوزانويد بايوسينسيس، وان كان اللينير او السايكلايزيشن باس واي. اتكلمنا عن الانتي انفلاماتوري دراج زي النان ستيرويد الانفلاماتوري دراج، زي الكورتيكوستيرويد، زي اخيرا اهو دينا شفنا اللايبو اوكسجينيز انهبيتور واللوكوتراين ريسبتور انتاجونست. اخيرا اخر كلمه هنقفل بيها، ايه هي الجنرال فانكشن بتاعه الايكوزانويد؟ عاوزين نشوف الجنرال فانكشن بتاعه الايكوزانويد. اولا عاوز اعرف حياتك معلومه، مش احنا قلنا ان الايكوزانويد 20 كربون، وان هم عندهم دبل بوند، وان هم فيسيولوجيكالي وفارماكولوجيكالي اكتف كومباوند. حلو قوي، تعالى اضيف لك معلومه زياده ما تنساهاش، الايكوزانويد ار لوكال هرمون. سؤال ام سي كيو مهم جدا، الايكوزانويد لوكال هرمون، هرمونات بتشتغل في اماكنها، بتشتغل على ريسبتور معينه اسمها جي بروتين لينكد ريسبتور. يبقى الايكوزانويد من فضلك ليها وظائف في جسم الانسان، بيعتبروا الايكوزانويد لوكال هرمون، هرمونات موضعيه، الريسبتور بتاعتها بيسموها جي بروتين لينكد ريسبتور. خلاص كده. بتشتغل ازاي؟ اما بتشتغل على الخليه نفسها اللي بتنتجها فيسموها اوتوكراين. يعني ايه اوتوكراين؟ تشتغل على نفس الخليه اللي بتطلعها، او انها بتشتغل على الخليه المجاوره فيسموها باراكراين. يبقى لو سمحت، الايكوزانويد بتشتغل كلوكال هرمون، الريسبتور بتاعتها اسمها جي بروتين لينكد ريسبتور، اما تشتغل على نفس الخليه اللي بتنتجها فيسموها اوتوكراين، او بتشتغل على الخليه المجاوره فيسموها باراكراين. زي ما اتفقنا ان البروستاجلاندين اللي هي من انواع الايكوزانويد بتشتغل في اماكن كتير جدا، بس اهمها ثلاث اماكن. احنا قلنا مين؟ الاستومك اهم نقطه، اللي هي الجاستريك ميكوزا عشان تحميها من تاثير الجاستريك اسيد سكريشن، تشتغل على الكدني عشان تريجوليت البلاد فلو، تشتغل على البليتليت، وان كانت هتشتغل لو انا حصل بليدنج تحصل مثلا بليتليت اجريجيشن، بعد ما خلصت وعملت هيلينج نبتدي تاني نعمل انهبيشن للبليتليت اجريجيشن. اذا الايكوزانويد ليها وظائف في اماكن كتير، اهمها الاستومك، الكدني، البليتليت. طيب عاوز اقول لك معلومه مهمه انهي بيها كلامي،
ايه هي المعلومه ديت؟ احنا اتفقنا ان من انواع الايكوزانويد في ثرومبوكسان في بروستاسايكل. انت عارف ان الاثنين دول البروستاسايكل والثرومبوكسان ار فيسيولوجيكالي انتاجونيستك. عارف يعني ايه فيسيولوجيكالي انتاجونيستك؟ يعني شغلهم عكس بعض، شغلهم عكس بعض وموجودين في الجسم. عشان دول بيشتغلوا في كونديشن، الثرومبوكسان بيشتغل في حالات معينه، اما البروستاسايكلين بيشتغل في حالات اخرى. تعال نشوف مثال على كده، نتفرج على الثرومبوكسان. انا حصل لي دلوقتي جرح، تمام كده؟ لو انا حصل لي جرح، مين اللي يشتغل؟ اللي يشتغل هو الثرومبوكسان عشان يعمل استيميليشن للبليتلت اجريجريشن. يبقى اذا الثرومبوكسان اشتغل امتى؟ لو انا حصل لي جرح بطلع الثرومبوكسان، الثرومبوكسان يعمل استيميليشن للبليتلت اجريجريشن. طب الجرح ده حصل له هيلينج، عاوز البليتلت تتجمع، خلاص يشتغل البروستاسايكلين يعمل انهبيشن للبليتلت اجريجريشن. يبقى انت شايف الثرومبوكسان والبروستاسايكلين شغلهم عكس بعض، بس ده بيشتغل في حالات وده بيشتغل في حالات اخرى. طيب لو انا اتعرضت مثلا لستريس، ستريس يلاقي الثرومبوكسان يعلى، يعلي البلاد بريشر خلاص كده، والثرومبوكسان كمان يقدر ان هو يعمل كونستريكشن في كرونري ارتر. فتلاقي ساعات لما انا اتعرض لستريس ضغطي يعلى، تمام كده، وممكن يجي لي وجع في صدري سنه. ليه؟ لان الثرومبوكسان علي فعلى البلاد بريشر وعلى وقفل وعمل فازو كونستريكشن في الكورونري ارتري. يبقى اذا الثرومبوكسان دايما بيميل انه يعلي يقفل في البلاد فيسل. طب انا خلاص الاستريس راح، خلاص البلاد بريشر، تطلع البروستاسايكلين تقلل البلاد بريشر وتعمل ريلاكسيشن للكورونري ارتري. يبقى لو سمحت الثرومبوكسان والبروستاسايكلين شغلهم متضاد، فيسيولوجيكالي انتاجونيستك. طب يعني هما الاثنين بيبقوا موجودين في نفس الوقت؟ لا، ده بيشتغل في كونديشنز معينه وده بيشتغل في كونديشنز اخرى. خلاص كده، يبقى احنا كده خلصنا دلوقتي كل ما يخص الايكوزانويد من السنسز، من التصنيع، من الانتي انفلاماتوري دراج، وعرفنا ازاي هما شغلهم ممكن يكون متضاد لان هما بيشتغلوا في كونديشنز اخرى. كده شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.